دلوقتي هنتابع مع حضراتكم أهم وأبرز الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة إن شاء الله. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فتنطلق عروض الدورة الثالثة من مهرجان المسرح العالمي على مسرح علي فهمي بالمعهد العالي للفنون المسرحية في القاهرة. بتستمر عروض الدورة الجديدة حتى 12 مايو الجاري، وبتحمل اسم الفنان الراحل أشرف عبد الغفور اللي بيكرمه المهرجان، ومن المقرر أن تتسلم التكريم ابنته الفنانة ريهام عبد الغفور. النهاردة هتنظم لجنة فنون الطفل بالمجلس الأعلى للثقافة ندوة بعنوان اللغة وأدب الأطفال، الهوية والإبداع، وده في 5 مساء في قاعة الفنون في مقر المجلس بساحة دار أوبرا القاهرة. لعشاق الكرة الأوروبية موعدهم النهاردة مع مباراتين مهمين في إطار إياب الدور نصف نهائي الدوري الأوروبي. هيلتقي روما الإيطالي مع بايرن ليفركوزن الألماني في الساعة 10 ليلاً. في نفس التوقيت هيلتقي كل من مارسيليا الفرنسي مع أتلانتا الإيطالي. لعشاق الكرة المصرية أيضاً موعدهم النهاردة مع مباراتين مهمين في إطار الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري المصري. هيلتقي الإسماعيلي مع الداخلية في الساعة 4 عصراً، وفي 7 مساء هيلتقي سموحة مع زد.